عالم كبير مصري، عالم المصريات الشهير الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع. دكتور مصطفى أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ خيري، ومساء الفل للسادة المشاهدين. مساء الفل عليك يا دكتور مصطفى. طمنا يا دكتور مصطفى، بنعرف بنعمل إيه في جدنا منكورة؟ مقدمة هايلة جدا 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 من حضرتك. منطقة آثار الأهرامات من أهم المناطق الأثرية على مستوى العالم. نعم. عندنا في مصر أكثر من 120 هرم، أهمهم على الإطلاق اللي موجودين في الجيزة، هرم خوفو، هرم خفرع، هرم منكورع. جميع الأهرامات يا أستاذ خيري قديما كانت بتكسوها كساء خارجي. هرم خوفو بقايا الكساء الخارجي كان معمول من الحجر الجيري. نعم. خفرع مكسي كان من الحجر الجيري، وخير دليل على الجزء العلوي من هذا الهرم ما زال جزء من الكساء الخارجي. أيوه. من كورع عمل حاجة تانية غريبة، ولأول مرة إنه بدأ الكساء الخارجي بتاعه من الجرانيت الوردي. عمل ما يقرب من 16 مدماك تقريبا في جهاته الأربعة، شمالية جنوبية شرقية غربية، نتيجة حاجة حصلت، قد يكون هزة أرضية، قد يكون حاجة من أكثر، يمكن من 600 700 800 900 سنة 1000 سنة الله أعلم. الحجارة وقعت جنب الهرم. أيوة. يبقى اللي كان بيكسي الجانب الشرقي وقع من الناحية الشرقية، الغربي الناحية الغربية، والجنوبية والشمالية، وهكذا. أيوة. كانت هناك فكرة من سنة 2009 لمحاولة الكشف عن أركان الهرم الأربعة. طيب، وكمية الحجارة اللي موجودة، اتعمل زي ما نقول مكشف، يعني تست بيت، يعني سيرفي في الناحية الشمالية. الظهر ان هناك مدماكين تاني تحت مستوى الأرض من الجرانيت. أيوه. هل من كورع كمل لغاية الآخر؟ لا، هو اكتفى ب 16 مدماك. جميل. طيب، ايه بقى الفكرة؟ الفكرة لما لا واحد ندرس هذه الأحجار الجرانيتية اللي ملقاة على الأرض، ثم يتعمل لها ما يسمى فاكسيميلي أو رسم أو تصوير فوتوغرامتري، ثم ليزر سكان. نعم. عقد أحداث 2011، المشروع طبعا متوقف. الدراسات بدأت، نشوف الدنيا شكلها إزاي. طب نشوف مين الشريك اللي هيصرف على هذا المشروع كبعثة أجنبية. تقدمت البعثة اليابانية برئاسة يوشيمورا، دكتور يوشيمورا. نعم. جامعة واسيدا اللي بيعمل حفاير وبيعمل تطوير على مستوى الجمهورية. خلاص ابتدى يدرس هذا الموضوع وقال خلاص احنا نبتدي نعمل بعثة مشتركة مصرية يابانية. هو عليه الفند، عليه التكلفة، هيجيب الدراسات اللازمة، وانت عارف اليابانيين متقدمين. أيوه. في الدراسات التكنولوجي، منها الليزر سكان والفوتوغرامتري والى اخره. وقال خلاص نبدا نشوف، ناخد سنه على الاقل نبتدي ندرس الاحجار ونشوف الاحجار اللي وقع في الجانب الشرقي اماكنها فين كانت موجوده. والكلام ده كله هيتعمل الاول ديجيتال، يبقى الدراسات دي هتستغرق مش اقل من سنه تقريبا دراسات. ثم بعد ما ننتهي من الدراسات هنعرضها على لجنة علمية عالمية. نعم. عبارة عن دكتور مارك، دكتور بارتا، دكتور زاهي، دكتور هاني هلال إلى آخره، ونشوف الخطوات اللي ممكن نتخذها بعد ما ناخد سنة دراسات ونعرض التقارير على هذه اللجنة العلمية. رائع. الجميل هنا إيه بقى يا أستاذ خيري؟ تفضل يا فندم. الجميل إن كلنا عارفين مراكب الملك خوفو كانت موجودة فين. أيوة. وبعضها تلقى مراكب خفرع موجودة، مراكب من كورع فينها لم يتم الكشف عنها بعد. ليه؟ لأن الحجارة اللي وقعت الجرانيتية وقعت على كل الجناب، فبديهي وقعت على الجانب الشرقي والجانب الجنوبي، فلم يتم الكشف عنهم بعد. هذا الكشف هيجيب سياحة من كل حتة، هيعمل حركة ترويج رائعة،
لن يكلف المجلس الأعلى للآثار فلوس اللي هيقوم بها الجانب الياباني. احنا هنقوم بعملية حفائر ورفع رديم ودراسة لهذا المشروع. انا فوجئت بعد كده البعض قاعد يجود بطريقة غير علمية غير مدروسة. يقول تبليط، يقول خرسانة. لا، ما انت عارف اي حاجة هناس عليها ونحاول نعملها هتجد الف ايد بتشدك لورا. ما لناش دعوة بدول، احنا بنتكلم عن المصريين بجد اللي فرحانين باي حاجة تحصل لبلادهم وللحفاظ على تاريخنا. ربنا يخليك على الكلمة الوطنية المحترمة. ولو شفت الفيدباك من اغلب المرشدين واغلب الاثريين واغلب المصريين الوطنيين المحترمين، يلا يا رجالة شدوا حيلكم يا رجالة، احنا واثقين فيكم زي ما رممتوا المسلات والتماثيل وظهور النقوش والالوان والجمال والتطوير اللي بيحصل في المناطق الاثرية، يلا وقلبا وقالبا معاكم. لكن زي ما قلت لحضرتك في بداية الحديث، هنقوم بعملية دراسات الأول نعرضها على اللجنة العلمية. احنا عايزين شيء علمي، يعني احنا بقالنا آلاف السنين موجودين يعني، فاحنا نستنى لحد ما تطلع دراسات صحيحة. طب هل وارد هرم خوفو وهرم خفرة ان يتعمل لهم نفس الشيء بس مش جرانيت، من نفس المادة اللي استخدمت؟ لا، صعب. ليه؟ عشان الاوتر كيسينج او الكساء الخارجي الخاص بالملك خوفو وخفرة اتاخد واعيد استخدامه في عصور قديمة جدا، منها العصور المصرية القديمة ومنها العصري اليوناني والروماني. حتى في العصور المتأخرة كان بيتاخد هذه الحجارة عشان كانت معمولة من جودة عالية من حجر الجيري جيد الصنع فأعيد استخدامها. طب هتقول لي ما تمش إعادة استخدام بعض الأحجار الجرانيتية من هرم منكورة؟ طبعا نعم. حصل أنه بعض الحجار أعيد استخدامها. طب إحنا ناويين نعمل إيه؟ نجيب مكانها جديد؟ لا، مش هنجيب مكانها جديد، هنستخدم الحجارة اللي كانت موجودة ونعرف أماكنها فين بالضبط، ونبتدي إن شاء الله حتى نرفع مدمكين ثلاثة من الموجودين، مش شرط نوصل للي عمله منكورة. نعم. إذا كان بعض هذه الحجارة مفقودة هنكتفي باللي موجود، لكن مش هنبلط ولا هنمحر ولا اللي كان بيتريق ويقول كذا وكذا وكذا. لكن أنا عذرهم، هم وطنيين، الناس كلها وطنية بسم الله ما شاء الله عليها. أنا برضو قلبا وقالبا مع إحساسهم الجميل إن إحنا عايزين نشوف بلدنا في أبهى صورها. وطبعا المصريين المرممين والأثريين أثبتوا على مدار السنوات القليلة الماضية صحيح مدى صحيح. كفاءة المرمم والأثري المصري ولله الحمد. وإحنا بنهنيهم جميعا وبنحييهم وبحيي حضرتك وبشكرك جدا على هذا التوضيح وهذا الشرح الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار رئيس البعثة الأثرية المعنية بتنفيذ مشروع إعادة عمل جرانيت بعد الدراسة.